إن سرعة نضجنا وتغير أفكارنا قد باتت مرعبة. ما كنا نتمسك به وننزعج لأجله أصبح شيئا تافه. الاختيارات التي أدخلناها بكامل إرادتنا قد صارت متاهة. المحن التي اعترضت طريقنا بدا لنا في آخرها أنها منح. أشعر بأننا في عالم متسارع يجعلنا أقل ثقة باتخاذ قرارات مصيرية من الممكن أن تكون خاطئة.